مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. اسمحوا لي طبعا أقول كل سنة وحضراتكم طيبين، ونسبة عيد الحب لكل الناس اللي بتحب بعض، كل الناس اللي بتحب بعض في الله من غير ما يكون في بينهم أي مصلحة ولا أي شغل ولا بتربطهم علاقة شخصية غير المحبة في الله بس. أيا كانوا موجودين قريبين أو بعاد عن بعض، أقارب، أم أبنائها، أب مع أولاده، زوج لزوجته، أخت لأختها، أخ لأخوه، صديق لصديقه، دي كلها محبة. فاسمحوا لي طبعا أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعل دايما يعني حياتكم في سعادة وفيها محبة متبادلة في الله، ودي أحلى حاجة في الدنيا. النهاردة هنعمل وصفة لطيفة للناس اللي طلبت مننا، قالت لنا شوف احنا عايزين نعمل شوية سمك. في ناس محبة للأسماك بشكل يعني ممكن تعملوا مثلا عدد مرات أكتر من اللحوم والدجاج، شوية بيحبوه أيا كانت أنواعه. فاحنا قلنا نعمل السنجاري. السنجاري ده ينفع بيه أي نوع سمك، يعني ينفع البولتي وينفع البوري، ينفع أي نوع موجود عند حضرتك، المهم الطعم يبقى حلو وتستمتعوا بوجبة لطيفة جميلة أيا كانت هي نوع غالي ولا مش غالي. مش دي قصة، القصة ان احنا نتلم كلنا وناكل حاجة طعمها حلو ونتبسط بيها واحنا مع بعض. هبدأ اقول الخضروات والحاجات اللي بتبقى جميلة دايما بنحبها في محلات الاسماك، حطوا مجموعة كده من الخضار والتتبيلة حلوة، خلينا نقولها مع بعض ونشتغل سوا واحنا شغالين نحكي عنهم. عندي سمك انا عامل النهاردة بوري، فتحته من الظهر، متوسطة، سمكة متوسطة على حسب طبعا عدد افراد الاسرة. عندي طماطمتين مبشورين، عندي بصلة مبشورة، فلفل الوان مشكل، كزبره خضراء مفرومه، شبت مفروم، بقدونس، ثوم مفروم وعصير ليمون، خل، ولو في معلقه مستردة بتبقى جميله، معلقه صلصه، معلقه زيت، وملح وكمون، وطبعا كزبره جافه، ولو حابين شطه او قرن فلفل اللي يريح حضراتكم. دي وصفه السنجاري ما بين التتبيله اللي احنا هنضربها مع بعض. الحشو بقى جميل، يعني الحشو ده ممكن نحط فيه جزر وكرفس وحاجات جميلة. عندي مثلا جزر وفلفل ألوان وكرفس لازم، كزبرة خضراء، وطبعا عصير ليمون أو شرايح ليمون زي ما تحبوا. السمك شكله جميل وإحنا مقدمينه الحقيقة بشكل لطيف. خلينا ناخد أول حاجة التتبيلة ونروح كده نضربها في الخلاط. أنا هعملها تتبيلة حلوة، كان في أحد محلات الأسماك المشهورة قوي في اسكندرية، ما يعني الواحد كان بيروح تلاقوا يقول لك ايه، بيمسحوا كده مسح على السمك، خصوصا لما تكون السمكه كبيره شويه يعملوا لها كده مسحه بالمستارده وايه وتتبيل الثوم ومستارده وشويه كمون، وبعدين يعملوها الاول كده في الاول مع شويه زيت ويسيبوها الاول تتشمع في الفرن، بعدين يروحوا مدينها الايه التتبيله بتاعتها وتبدا ايه تدي الطعم بقى والخضار اللي من فوق. فاحنا ايه يعني لقيت الطعم حلو لما سالت اتقال لي بقى المعلومه دي، فحبيت ان انا اضيفها لحضراتكم للي حابب انه ايه يستخدمها. طيب هناخد التتبيله بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه بقى. هناخد الثوم ليكي معانا، بصوا كده، خليني ايه خليني اخد الاول ايه ماشي دي، والطماطم هنا، ونصبح على ام اسلام. صباح الفل. ايه صباح الهنا حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا كل حبيبتي. سنه وانت طيبه يا روح قلبي. انا وانت طيبه، كل عيد حب وانت طيبه حبيبتي، كل سنه وانت سعيده معانا وحبيبتنا، ونورت الدنيا كلها يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا حبيبه عمري. ربنا يسعدك يا رب، اجعل كل حاجه بتعمليها في ميزان حسناتك. امين. حبيبتك خلقه كمان وكمان يا حبيبه قلبي. امين يا نور عينيا، تسلمي لي حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه حبيبتي. وكل كروت برنامج كل عيد حب وانتم طيبين وانت طيبه وصحه وعافيه. ربي يخليكم لينا، ويا رب يخلي قناه الاهلي ونادي الاهلي، ربنا يبارك لكم، كل سنه وانتم طيبين كلكم. امين. ودايما يا رب كده من تقدم لتقدم ان شاء الله. امين يا روح قلبي، امين، وربنا يجعلك دائما نعمه في حياه كل من يحبك يا روح قلبي. حبيبتي والله حبيبتي. يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا روح قلبي. ربنا يسعد قلبك يا رب. امين. احنا وكل المستمعين يا رب العالمين. تسلمي لي يا ام اسلام، صباحك رضا من رب العالمين. حكينا يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، في حفظ الله يا نور عيني. وطبعا ببعت تحيه لمدام سوريا، كل سنه وحضرتك طيبه يا روح قلبي، كل سنه كل اصدقائنا كل عيلتي اسرتي واخواتي
أولادي طيبين، ويعني أتمنى من الله أنه ربنا دايما يعيد الأيام ويديم المحبة بين الناس. ودي دعوة جميلة على فكرة، ربنا يديم المحبة، دي دعوة في حد ذاتها أنه ربنا يديمها نعمة. يعني هناخد شوية بقى من الكزبرة، شوية من الكمون، رشة من الشطة، ممكن مكانها قرن فلفل أخضر للي يحب يعني. وطبعا حطينا عصير ليمون، معلقة صغيرة، مش هحط الخضرة دلوقتي، خليها في الآخر. وهناخد شوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطة، فلفل. هنضرب بقى دول الأول، وبعدين آخر حاجة هنضيفها الخضرة، مش هنضربها، الخضرة هتتحط خضرة عادية نسمي له. على فكرة الوصفة دي تنفع للفراخ كمان، الناس اللي بتحب التتبيلة الحمراء بتاعة الفراخ. مش ساعات كده نروح ايه واحنا داخلين نشتري فراخ، تلاقوا ايه في بعض الأماكن بتروح عاملة بعض أنواع الفراخ كده متتبلة جاهزة، بيبقى عليها تتبيلة كده، تلاقوها لونها ايه محمر كده، لونها أحمر، بتبقى هي مكوناتها من التتبيلة اللي احنا عاملينها دلوقتي. لكن طبعا بيتحط بقى معاها بهارات الدجاج. طيب نفرش بقى السمك، تعالوا بقى نطلع السمكات الحلوة دي ونحطهم. بصوا انا عامله لهم قوارب كده لطيفة، خليني ايه اوسع كده عشان حضراتكم تبقوا معايا. وناخد بقى السمكة. عايزة اقول لكم البوري ده جميل لانه مليان بالاوميجا 3 جدا، بس قبل ما بحط احط رشة ملح، مهمة قوي عشان ما تلزقش، رشة الملح دي مهمة، او على الصاج على طول لو حضراتكم حابين. غني جدا بالاوميجا 3، وبيقلل كمان الكوليسترول الضار جدا، وفي نسبة حديد لأنها بتساعد فعلا في علاج الأنيميا وفقر الدم. بصوا عايزة أقول لكم بقى، الناس السيدات الحوامل أو المرضعات مفيد ليهم جدا. قالوا بقى نشيل ده كده نحط هنا. هاخد بقى شوية من التتبيلة دي، هنحط بقى شويه منهم، هنسيبهم في جنب عشان دول هنحطهم مع الحشو. وهنفرد بقى كده خالص حتى ايه على السمكه كلها بالخليط اللي حضراتكم شفتوه ده، خليط بسيط وجميل. وزي ما قلت لكم نقدر نعمل بيها للفراخ، الناس اللي بتحب يعني تسيب حاجات جاهزه على التسويه على طول، عشان نظرا للسيدات العاملات اللي بتبقى ايه وقتها ضيق كده. وهنا كمان في ناس تحب تمسح بفص توم الاول، واحنا عملنا ده قبل كده، بس انا دايما بحب اقدم لحضراتكم حاجات مختلفه عشان يبقى عندكم اكتر من طريقه تفضلوها. هناخد بقى شويه من الايه الخضره القمر دي، شويه بقى بقدونس على شبت على كزبره. لا حطيناها مع الخليط، احنا حطينا كل العصير الليمون والكمون والحاجات دي مع الخليط بتاعنا، مع المستردة، معلقة صغيرة، مع الحاجات الحلوة دي كده. تمام. في ناس بيتلخبطوا شوية بين السنجاري أو اللي هو البوري اللي بنعمل بوري والتبار، لأن هما شبه بعض، بس لا التبار بيفرق ليه بوز كده، هتلاقوه البوري فيه بق مفلطح كده، يعني تلاقوه مش مدبب شوية، بيبقى نص قوس كده يعني بيبان شكله. لكن التبار بيبقى العكس، شفايفه بيبقى أرفع وليه بوز كده ولونه مايل للأسود أكتر، عشان بس نبقى احنا إيه مع حضراتكم. ده بيحصل ساعات والله. هاخد كده بقى للحشو اللي أنا عايزة أحطه على الوش، هاخد شوية من الزيت. بسم الله. عايزين تستكفوا بيه كده اوكي، هي حلوه روعه، بس احنا بنحط الحشوه، في ناس بتحب تاكله مع الحشو مع الرز بيبقى جميل قوي. انا مش هعمل حشو كتير، هم حاجه بسيطه كده على قد الكام سمكايه. بسم الله. وشويه من الكرفس. شويه جزر. شويه فلفل كده بسيط.
احنا عايزينه كده ايه يعني ما يبقاش مستوي 100%. احنا يا دوب بس هن زي ما بيقولوا بندبله حاجه بسيطه، رشه بس ملح خفيفه، رشه فلفل، وطبعا كمون، ورشه كزبره، واحط نقطه عصير ليمون، ومن الثوم، نقطه مستارده عشان ياخد من طعم السمك اللي احنا حطيناه. الريحه روعه. بصوا كده حبه كده حلوين. حطينا بقى احنا كمون، بس هزود بس شويه كمون حلوين كده، وكزبره. خلاص اللي عايز بقى يحط شويه خضره تاني مفيش مشكله، بس احنا حطينا خلاص اهو. الفرن عندي سخن حراره عاليه وما بياخدش وقت على فكره، وما تسيبوش لما ينشف، مجرد بس ما يبدا يتشمع كده. هنحط بقى هنا كده الحشو القمر ده على السمكات الحلوه. اكله جميله مغذيه، الولاد محتاجين بعد رجوعهم من الدراسه يعني ياكلوا اسماك خفيفه. وفي طبعا الماكريل، احنا اتكلمنا عن الماكريل وعملناه قبل كده، فالاسماك المتاحه نستخدمها لانه احنا عايزين ندعم برضو الولاد. لابد ان تكون في وجبه على الاقل سمك مره حتى كل اسبوع او اسبوعين على حسب محبه الاسره او تقبلها للسمك ازاي، عشان بس الولاد وعشان التغذيه. طيب هناخد بقى الحاجات الحلوه دي وهنروح كده على الفرن. ثوم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر ماشي حبيبتي، خدت بالي، تسلم ايديك يا نودي، شكرا يا روح قلبي. بصوا كده نطلع بقى هنا بعد ما نحط السمكات هنا، هتاخد لها على حسب 12 دقيقه ربع ساعه على حسب درجه حراره الفرن. وتعالوا بقى نقفل ونقيه اعملوا بقى شويه طبق سلطه حلو. احنا عندنا شويه خضار اهو، ممكن نقفل منه طبق سلطه كده حلو نحط معاه، ممكن نعمله مع بعض، بس نشوف الاول الوصفه اللي جايه معانا. نعمل طبق جميل نقدمه جنب السمك يتاكل حلو قوي بالخضار الجميل ده والخضره جميله جدا. تعالوا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه، هنرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. انا هعمل بقى ايه، بما ان عندي شويه خضار، وناخد شرايح طماطم كده حلوه، نعمل بقى طبق سلطه كده، هنعمل له دريسنج لطيف، بس الايه في شويه كده ايه، وده فلفل رومي، شويه جزر، اي خضره بقى تحبوها. الخضره دي ترجع لحضراتكم. هاخد طبعا معلش خليني اخد الايه الملح اللي هو شويه البصل دول لوحدهم هنا، هحط عليهم كالاتي، هحط عليهم رشه ملح ورشه فلفل ورشه كمون ورشه من الكزبره، وهاخد معلقه سكر وهعملهم كده مع بعض عشان هضيفهم جوه الايه مع الطبق الخضره ده. خلاص عندي هنا معلقتين خل ومعلقه عصير ليمون كده، صبوها بقى شويه كده، شويه بقى الفلفل الالوان ده الصغنن، وخلينا ناخد كده ايه، بسم الله، نقلب بقى تقليبه كده للخضار الاول. وانا هزود على الدريسنج ده اللي هو اللي المفروض حطيته على البصل، وهنقلبه مع الخضار ده وهنسيبه بقى شويه. تعالوا بس نضيف شويه خضره، اللي بيحب البقدونس اكتر ماشي، مع شويه كزبره ورشه بسيطه من الشبت عشان نبقى خدنا فوائد وما كترناش اللي مش يعني غاوي شبت قوي. تعالوا بقى
نقلب بقى كده. البصلايه احنا قلنا حطينا عليها ملح وفلفل، كمون وعصير ليمون وخل ومعلقتين سكر. هننزلها بقى مع الخليط الامور ده. اللي عايز يحط قرن فلفل ماشي. وهنقلب كده. شايفين ازاي؟ واخد بقى الخليط ده نحطه في طبق هنا. بسم الله، تتاكل روعة. ومعاها كمان ايه؟ لو في شريحتين ليمون حلوين نقدر نحطهم. طبق روعة طعمه يجنن. خلوا بالكم أنا محتفظة بشوية من التتبيلة بتاعة السمك اللي احنا ضربناها في الخلاط، عشان قلت لكم باقي شوية لما يجي السمك يخرج. هنبص دلوقتي عليه وهنشوف الدنيا فيها ايه، عشان أول ما بيتشمع هروح مدياله شوية يتشرب بيهم التتبيلة الحلوة دي. تمام؟ طيب ناخد هنا بقى نقدم ده ونشوف له كده قرن فلفل ولا حاجه حلو نحطه معاه. ممكن اخد له كده قرن فلفل من الحلو ده. يلا بينا. وناخد مدام منال. اهلا وسهلا حبيبتي مدام منال. صباح الفل. صباح الحب وصباح الحب وصباح يعني كل حاجه حلوه النهارده. الله يخليكي حبيبتي، زي حضرتك عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وكل البرنامج وقناه الاهلي وكل الناس الحلوه اللي بيحبوا بعض في الخير زي ما انت قلت لنا. امين امين. المقدمه كانت جميله عجبتني حبيبتي. الله يخليك الله يخليك. بحبك في الله وبحبك شخصيا يا حبيبتي. ربنا يسعد قلبك يا رب. عارفه والله شكرا لحضرتك يا مدام منال والله. وتسلم ايديك النهارده على السمك. بس انت النهارده كده حاسه ان انت كده يعني مش عارفه مش فريش يا حبيبتي. لا بس الحساسيه في الجو التراب كان طول الليل، كنت تعبانه شويه بس ما اقدرش ما ابقاش معاكم النهارده. الله يسلم عمرك من كل شر. فاهمه شوفي استعداني خالص والله. شوف عظيمه يا حبيبتي والله، ده شرف ليا والله يا مدام منال. امين انت واولادك واسرتك. امين امين يا حبيبتي وحضرتك وكل المستمعين. سمك الجميل يا حبيبتي. الله يسعدك. بقى النهارده بقى عشان عيد الحب. حاضر بس احنا هنعمل لك حاجه حلوه بالترتب الفراوله جميله النهارده. خلاص انا منتظره حبيبتي. خلاص اتفقنا. ربنا يسعد كل اوقاتك يا مدام منال. شكرا لحضرتك ولاتصالك ولاهتمامك. شكرا جزيلا، محبه حضراتكم غاليه عليا جدا. تسلموا لي يا رب، بشكركم بجد. هنبدا نبص بصه. بسم الله. بصوا بيبدا يكش كده يقفل على نفسه سنه. ها هاخد انا بقى ايه شويه من التتبيله دي كده زي ما هي معايا كده، بس مش عارفه محمد حط المعالق فين ولا معلقه. عايزه معلقه كبيره. بصوا بقى هطلع السجل بره سنه صغنونه. انا بس عايزاه يتشرب فتبقى طعم السمك اللحم نفسه حلو ماشي. فهحط من فوق. احنا طبعا حطينا ملامس للحم بس مفيش مشكله ان انا ايه هحط شويه تاني فوق الخلطه دي. على فكره ان شاء الله هتعجبكم الطعم جدا، صحيه وجميله وخفيفه واي نوع موجود ومتوفر هيقوم بالغرض. المهم ان احنا نبقى مبسوطين ونتجمع. الاكل مش هو الاساس، هو حاجه من ضمن الحاجات الجميله ونعم ربنا اللي بتخلينا سعداء من ضمن نعم كتير 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 حوالينا. اهمها ان احنا نكون عندنا رضا وراحه بال وسكينه ونتمنى الخير للجميع. وتاكدوا ان كل حد بيتمنى خير لحد لازم هيجيله. انت عايز يبقى عندك خير الدنيا كلها، اتمنى الخير لكل الناس هيجيلك. بس القناعة والرضا دي أهم حاجة. في ناس يمكن بيبقى عندها إحساس داخلي تقولك ادعولي بده، أنا بجاهد مع نفسي. أنا بحترمهم جدا لأنه هو عارف عنده مشكلة فين وبيحاول يعالجها.
ربنا يا رب يرضينا جميعا يا رب، وتكون دايما عندنا الرضا في حياتنا، لان الرضا هو ده. انا بعتبر السعاده في الدنيا هي الرضا باللي ربنا كاتبه لنا. اسمحوا لي بقى دلوقتي هنعمل وصفه جميله. بصوا بقى، انتوا مش حاطيني ليه الكف يا حبايبي؟ لا شوفوا لي فين عشان انا مش لاقيه قريب. هنعمل تارت عجينه بسيطه، ثلاث مكونات واحنا عارفينها، ونقدر نعمل منه الصغير ونقدر نعمل منه تارت كبير على حسب اللي موجود. كمان التارت ده فيه ميزه، تقدروا تعملوه فاضي يعني بسكوت بس ونسويه في الفرن. انا كنت بعمل ايه، بحطه في علبه في الثلاجه، فواصل كده ورق زبده، اللي نفسه بشوكولاته يحط، اللي نفسه بحته مربى يحط، اللي نفسه حته قشطه مع حته مربى في البسكوته دي يحط. يعني بنسيبها ايه، مش دايما طول الوقت محشي، لكن موجود الاساس بتاعه. طيب يلا بينا. طيب حاضر، انا بس نعمل العجينه، ننزل المقادير الاول. يلا بينا. طيب معانا كوبايه من الزبده. طيب بسم الله، نطلع بقى الفراوله هنا. وعندنا كوبايه من السكر باودر. انا بفضل في التارت او السابلي او الحاجات اللي هي السكر باودر اكتر، لانه بيبقى بيدوب اكتر، ما بيبقاش مدي تجريشه كده في الايه، في العجينه. الفراوله اهي يا حبايبي، شفتوها ولا لسه؟ حاضر حاضر كده يا حبايب قلبي، بقى ظهرت الفراوله. معلش اصل احنا مخبينا هنا من حد معانا من عاصم عشان بياكل الفراوله كلها اللي في البرنامج، فاحنا شلناها بس. طيب عندنا كوبايه زبده طريه، كوبايه سكر بودره، ثلاث كوبايات دقيق، رشه الملح مهمه جدا. اللي عايز يضيف قرفه يا جماعه، اللي بيحب طعمها ماشي، مش عايز اعتبروها بره الموضوع. طيب عندي اتنين بيضه وعندي فانيليا سايله. اجمل فانيليا للحاجات اللي فيها بسكوتات وحاجات عجاين العجينه دايما الفانيليا السايله، تدي طعم حلو قوي للمعجنات دي، تديها طعم كانه بتاع بره. خلاص طيب عندنا خليط الحشو. انا النهارده هعملها بالكاسترد، كاستر الطبيعي بتاعنا بتاع زمان اللي كان اهالينا بيعملوا. شوفوا الفراوله جميله ازاي، رائعه، ويا ريت حضراتكم تحتفظوا بيها بقى، هي ما فيهاش طريقه للحفظ غير ان احنا بنشيلها بوحدتها في الفريزر في كيس مضموم لحد ما ربنا ان شاء الله يعيد علينا وعلى حضراتكم الخير في شهر رمضان الكريم، تطلعوا تعملوا بيها عصاير بفضل الله. وتقدروا تعملوا منها قمر الدين لفائف، وتقدروا تعملوا منها قمر الدين عصير مركز. طيب عندنا 3 كوبايات من اللبن، نص كوبايه نشا اللي هي 3 معالق كبار يعني، وعندي صفارين بيضه، وممكن تقولوا صفار واحد بس مش مشكله. انا هشيل 2 بيضه كامله دي، انا ده هم 2 صفار بيض بس، 2 صفار بيضه بس، وفانيليا وبشر ليمون او حضراتكم لو عندكم ايسانس مثلا من الـ يعني ايسانس من اي حاجه منكهه زي روح الموز، روح براحتكم خالص، مفيش خلاص. بشر الليمون ده دايما حاجه بتنزع الزفره من البيض، اللي فيه بعض الناس بتحب تضيفه الحقيقه. وعندي فراوله سواء كامله او انصاف، اللي يريح حضرتك. انت واقف ناحيه اليمين ليه يا عاصم؟ لا انت سبايدر متبني منك. واقف ناحيه الفراوله بس انا مش هحدف له. طيب احنا هناخد العجينه اول حاجه، الزبده لازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه يعني او المطبخ. هناخد الاول الزبده، شيليهم، انا عايزه 2 صفار للكاسترد. كاسترد بيتعمل ب2 صفار بيضه بس عشان اللون، ولو حضراتكم كمان مش عايزين عايزين تعززوا اللون ممكن بنقطه اصفر، مش محتاج الاربع بيضات يا ندى، مش محتاج. طيب احنا عموما انا وصفتي للكاسترد 2 صفار بيضه، 3 معالق نشا على لتر لبن، هو ده الايه الكاستر الجميل، والفانيليا طبعا، ومعلقتين سكر، معلقتين سكر. طيب هاخد كده، انا هحط بشره الليمون، ان كان عندنا ليمونه اداليا، فانا هحط كده، بتدي طعم كده حلو منعش. حاضر، تسلم ايديكوا حبايبي، ميرسي ان انتوا مركزين. بصوا بقى السمك، الروايح بدات ايه، ثواني نقلب بالناحيه الثانيه الصاج، معلش لازم يتقلب في الفرن اهو، بدا يبقى جوسي كده. خلاص يعني دقيقتين بالظبط، وهن ايه وهنقول له ميرسي. حط هنا بس، يلا بينا. ايوه تسلم ايديكم. على مهلكم. اوكي ايوه، طلعه لكم شويه اهو، بدا يتشمع ويبقى جميل قدامه، بس دقيقتين ويلا بينا. هنضرب الخليط الجميل ده، بس طبعا مع خليط الزبده والسكر الفانيليا، نقطتين كده من الفانيليا تدي طعم، وانا حطيت برشه ليمون، دي اختياري يعني. بسم الله،
بسم الله. ايوه نضربهم الاول، يبقى خليط ناعم كده، يدخلوا بس في بعض. تعالوا بقى حطوا بيضة بيضة، أنا هكسر هنا. بسم الله. أول بيضة، عشان كده أنا زودت فانيليا لو تلاحظوا عشان البيض. وهننزل نضرب شوية. هنحطها بيضة بيضة. خليني اجيب بسباتشولا كده. التارت ده يعمل مقاس تارت صغير. هنا هنزل البيضة التانية. بسم الله. حط ذرة ملح بس على الدقيق وهقلبه. خلينا نحط شويه دقيق ونشوف الدنيا كده. كده ان شاء الله الدنيا تبقى جميله. العجينه دي مهمه قوي لحضراتكم ترتاح نص ساعه قبل ما نبدا نشتغل فيها في الثلاجه. دي اهم خطوه في السابلي، يطلع متماسك وشكله ياخد الشكل في الفورمه مظبوط جدا. بس كده عايزين ننزل الايه اللي في الجوانب عشان الزبده. في ناس بتفتكر ان الكاستر ده والكريم شانتيه حاجه واحده، هم لا، مش حاجه واحده خالص. الكريم باتسير ده او اللي بيتقال عليه كريم باستري بره بالمصطلح العام يعني، بيتباع باودر وبنضربه مع لبن ونحطه في حشوات بميه او بلبن. ده بيتحط جوه الاكلير الجاتو، حشوات طرطات زي الملفي الجاتو. دي اكتر الحاجات البارده اكتر بيدخل فيها. الكريم شانتي بيبقى تورتات تزيين اكتر وبيبقى لازم ميكس مع حاجه، يعني ما ينفعش اعتمد على تورته بس في كريم شانتي الا تزيين من فوق. لازم تتخلط يا مع كريمه لباني يا معاها كريم باتيسير، يعني اعمل ميكس دايما بين الحاجتين. طيب خليني بقى ايه اجمع العجينه بايدي كده ونشوف. بصوا العجينه لازم تتجمع كده، بيبقى حساسه جدا اهي، تبقى عجينه ملمومه بايدي. انا يا دوب بجمعها. خلوا بالكم العجينه دي اول ما هترتاح، عشان احنا هنا تلج، اول ما هترتاح وهتيجوا بقى تفردوها وتاخد درجه بين ورقتين زبده هتلاقوها ناعمه جدا. هوريكم شكلها عامل ازاي دلوقتي، بس ما بلعبش فيها واخليها كوره من دلوقتي، لا. وبحط الدقيق شويه شويه. خلوا بالكم الدقيق المتعدد الاستخدامات بيبقى شويه ايه الوصفه بتاعته بتقل شويه عن الدقيق الفاخر مثلا اللي هو 72% استخراج، بالذات في الحاجات دي بيقل شويه. هتلاقوا مثلا لو احنا بنحط 3 كوبايات هنحط من الدقيق ده كوبايتين ونص او الا ربع، بتفرق دايما عشان هو قوي فبيمتص السوائل بسرعه. تعالوا بقى نطلع معانا العجينه. نبص على السمك الاول وناخد معانا مين. معانا هبه. اهلا يا هبه. كل حبيب. سنه وعيد حب طيبه ومنوره الساسه وصباح الفل وصباح الحب وصباح الجمال. حبيبتي يا هبه ويديك الصحه وتبقى بيديك على الطرس الجميل ده تحفه. يا رب يسعدك حبيبتي، يعني كل تسلمي. حاجه بصراحه بتعمليها جميله. تسلمي يا نور عيني، الله يسعدك. النهارده بقى اجمل حاجه هتعملها لنا بقى بالفراوله. ايوه الفراوله مهم اهو. والطبق احمر اهو عشان يبقى كله حب في حب اهلي والحب وكل حاجه. ما شاء الله. وقناه حمراء وكل ربنا يا ربي.
بتعمل فرح دايما عليكي. امين يا حبيبتي، تسلمي يا رب، تسلمي وتعيشي يا روح قلبي. شكرا ليكي يا هبه، نورتينا وشرفتينا. كل سنه وانتي طيبه واسرتك كلها بالف صحه وسلامه يا حبيبتي يا رب. تعالوا بقى نشيل ده هنا وناخد، بصوا الطبق جميل ازاي امور ده، وناخد الطبق الثاني نقدم فيه السمكيه الاموره دي برضو. زي ما قلت لحضراتكم الطرت ده مستو نقدر نسويه نعمله في الحاجات الصغيره لان ليه مقاسات مختلفه كتير. خلاص وتقدروا تعملوه كمان في الايه الحاجات الكبيره، يعني سواء قالب طرت كبير مقاس بقى 26 مقاس 24، المقاسات اللي تريح حضراتكم، او تعملوه يكون في قوالب الطرت الصغيره خالص وتسيبوه في الثلاجه في علبه جميله عشان والله. طيب يلا احنا هبدا بقى اوريكم كده. احنا كده دول اخر حاجه. طيب طيب ماشي. طيب يلا نحط السمكات الامامير دول هناك، يلا بينا. وايه وهنا كمان، ويلا بينا. انا هبدا استعد للعجينه، هوريكم بس العجينه انا مسقعاها، احنا فاردين شويه عشان ما تاخدش وقت وعطل حضراتكم على الهواء. بصوا ومعانا القالب، قالب التارت. تسلم ايديكوا، السمك روعه. تسلم ايديكوا وعينيكوا، تسلم ايديكوا وعينيكوا بجد، الله يسعدكم. شكرا ليكوا. شكرا. طيب بصوا بقى، احنا التورت القالب في منه انواع، في منه بيبقى القاعده متحركه زي ده احنا عملنا فيه حاجات قبل كده، وفي منه بيبقى ثابت. في الحالتين لو عملتوه صح هيطلع، لانه معظمه فيه زبده وهيطلع منه، اهم حاجه تسيبوه يبرد. بصوا انا حطيته بين كيسين ثلاجه لما فردته، هو الفرد بس بيبقى محتاج الاول يتكبب كده ويتحط في ستريتش، وبعدين نروح واخدينه سايبينه ونبدا بقى على الهادي نفرد بالراحه لما ناخد الشكل اللي عايزينه. بسيبه في الثلاجه، اكتر حاجه بتريحني حتى للحاجات اللي بتتعمل ان احنا نعمله ويكون ساقع. السقوعيه دي بتساعد بقى انه الشكل يطلع حلو والتسويه تبقى جميله، كل حاجه تبقى ممتازه. يلا بينا ويسهل عليا. خلاص انا هسكن. خلوا بالكم احنا بنعليه سنه، يعني هو لازم يعلى سنه شويه، ولو طبعا في حتت فيها فراغات، وهنشكه برضو بالشوكه عشان احنا ايه عايزينه ما يعلاش قوي. في ناس بتحط للتارت ده ساعات ورقه زبده وتروح ايه حاطه فيها بقوليات او حاجات عشان يفضل عامل جزء كده عميق تعرف تحشي بيه وتحشي فيه اللي هي عايزاه. ده بقى يتحشي شوكولاته قابله للدهن، تقدروا تعملوا حبات الفراوله دي جوه شوكولاته مذابه وتجملوها بالشكل اللي يريح حضراتكم. لازم بقى اسكن انا كده، ولو في حته محتاجه خفيفه هدعمها. هعمل بقى انا الجزئيه دي، خليني بس اطلع حته البندق، قشره البندق دي هحطها هنا وابدا ادعم كده في الجناب عشان انا واعلى بيه سنه، يعني انا لو هنزله هنزله واعلى بيه سنه، طلعه لفوق سنه على مستوى الصينيه لانه بينزل بيهبط شويه الجناب، فما تبقاش الجناب ايه مش مظبطه قوي يعني. ودلوقتي بقى هستسمحكم عقبال ما اسكن انا القالب ده هنطلع ليه استراحه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل الكريم باتيستير مع بعض سهل وبسيط المانيوال العادي، وهنحشيه ونشوف هنعمله ازاي. في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. مش هقول لحضراتكم حصل ايه في الفاصل عشان مش هينفع، لكن ما شاء الله يعني الزحام كان على البوله دي وايه وكان في حجز. فيعني بصوا بقى انا سكنت في الفريم بتاع القالب نفسه، وهعمل كده بالشوكه عشان ما يعلاش معايا. هو طبعا ما فيهوش اي ماده رفع، بس برضو العجينه اما بتيجي تستوي تلاقوها ايه اخذت في التسويه كده، لازم تنتفخ طبعا. شطوره يا نودة انت مذاكره. بصوا بقى حطيت على صينيه تحت عشان لما تيجوا حضراتكم تشيلوه ما يبقاش ايه تلاقوه ساعات لو القالب ده بيتفك اتنين ساعات يفلت، فعشان ما تتكسرش منكم الايه التارت بتاعكم. هدخلها فرن حراره 180 على الشبكه في النص. هدي بقى الحراره هنا
وخلوا بالكم ما تسووش 100%، يعني بياخد نص تسويه كده 70% 80%، عشان لما تحشوه طيب لما تحشوه تبقى الدنيا جميله اهو بالشكل ده. خلاص طيب تعالوا بقى نعمل ايه. هنحط هنا كريم باتيسير اللي احنا عايزين نعمله مانيوال العادي، بسيط وسهل خالص. هاتوا كده اللبن. ماشي حبيبه قلبي حبيبتي، البنات جمال بشكل، انا حبيت البنات وانا كبيره يعني، ما حبيتهمش وانا صغير، ما كنتش بحب البنات وانا صغير، ما يعني منفسنين كده ويتضايقوا ويزعلوا ويعملوا حاجات وحشه. في منهم ناس بتبقى عندها افكار كده غريبه ما بتعرفش تغيرها لها، فلازم على فكره احنا لازم، عشان ده هي هتكبر هتبقى هي دي فكرها، فلازم بجد تدعم البيت كويس قوي. الام عليها عامل خطير، لان هي هتبقى زوجه هتفكر كده، وهتبقى اخت جوز هتفكر كده، يعني الموضوع هيبقى مش سهل. تعالوا بقى بسم الله، هاخد اهو البياض مش هرميه، هحتفظ بيه في الفريزر، اعمل معجنات، اعمل حاجه في كيس ثلاجه، قبل ما اعمل بيه اللي انا هعمله هروح مطلعاه حطاه على الرخامه 10 دقائق، يرجع جديد فريش كانه لسه مكسور دلوقتي. ماشي الكلام اهو بسم الله. نعمل بيه بقى ماسك وش، تاخدوه بقى تحطوه في المعجنات، تدخلوه في عجه، تدخلوه في اي مكونات، مش هيترمي اهو، حط في الفريزر ما يجرالوش اي حاجه. طبعا هاخد هنا معلقتين سكر بسم الله على البيض هنا، معلقتين كبار يعني اربعه صغيرين بس كده. خلوا بالكم ان ايه، ان احنا مش هنسكره قوي خلاص. وطبعا هنحط دلوقتي، انا هحط بقى هنا بصراحه رشه القرفه، ودي اللي هتغنيني عن الفانيليا وعن اي حاجه، لان تدي تيست كده خفيف ولكن طعم حلو. بس ايه، ما احناش عارفين هو حلو ليه. هنا هسخن اللبن، ادي لتر اللبن على النار بسم الله الرحمن الرحيم كده، هسيبه يطفى شويه، وهقلب هنا بياض الصفارتين البيض دول مع السكر الاول كويس، وهجيب النشا، ودينا وفرنا بيضتين الحمد لله. النشا فين يا قطايط؟ ده لا ده سكر. النشا فين؟ طيب هاتولي النشا يا محمد، مش موجود يا لوزي كده. والله ما شاء الله، كل واحد وفكره بقى يا رن. طيب انا بقى عقبال ما ايه، ما اللبن ده يغلي شويه عشان ابدا يجيبوا لي كمان النشا، عايزه النشا يا نودي، هعمل كالاتي. فاكرين لما عملنا مره قبل كده كنافه مقرمشه، وقلنا الكنافه دي لو عندي في الفريزر اقدر اطلعها في الحاجات اللي انا محتاجاها، هعمل بيها النهارده مع الكاسترد برضو حاجه بالفراوله، واحط معاها كاسترد. ممكن قوي الناس اللي مش بتحب تعمل عجاين شوية كنافة محمصة، وهنبدأ نحط شوية كده حلوين، ونعمل لايرز كده وطبقات حلوة. وأنا عندكم شربات ماشي، ما عندكوش ممكن معلقة من العسل الأبيض الخفيفة قوي قوي، بس تدي تيست كده للإيه، للكنافة كده. كده احنا هنحط كاسترد وهنحط فراولة وحاجة خفيفة خلاص، خليها بقى هنا، هنسيبها. هنعمل بقى الكاسترد، انا هوريه لحضراتكم دلوقتي، بس هقول لكم لازم يبقى قوامه عامل ازاي. بصوا اول ما يبقى متماسك لازم اغطي وشه، الزق فيه كيس عشان ما يعملش قشره، ويبقى تخين كده شويه. ولازم ايه، اضربه بقى قبل ما اجي احشي بيه التارت، لازم اضربه كويس سواء بالمضرب او بايدي كده خلاص، بالضرب الايه اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وابدا يبقى ناعم. هبدا ارص فيه الحاجات بتاعتي اللي انا عايزاها. طبعا انا هنا اللبن دفي، انا مستنيه النشا يا ندى. طيب بصوا بقى، هاخد بعد ما نعمت كده، ممكن اخد معلقه من اللي ورايا دول
فكروني لو اضطرت يا ولاد في الفرن نبص عليه نشوفه نص تسوية. هناخد كده هنا بعد ما بيسقع لازم هننزل بقى بالمعالق الصغيرة دلوقتي ونظبط كل حاجة. طبقة حلوة كده بصوا الجمال. تعالوا بقى هنعمل كده وهنحط طبقة تانية. هنا عايزين نكتر طبقة الكاسترد شوية وهناخد عند التورت اللبن لما بيدفى بنرجع نضيفه هنا على البيض والنشا والسكر اهو. نوازن بقى درجة الحرارة الأول مع بعض كده ونقلب عشان البيض ما يستويش فجأة اهو، ونرجع نرجعه على النار لحد ما يربط معانا الخليط مرة تانية اهو، لحد ما يتماسك ويوصل لمقام المهلبية. احنا عملنا كتير فانا مش هضيع الوقت فيه عشان احشي مع حضراتكم التورت الجميل اللي احنا بنعمله دلوقتي. تعالوا بقى نروح عند قالب التورت ده اللي احنا سويناه. بصوا بيطلع جميل قوي، وكل ما تدوله كده يعني لون يدي طعم للعجينة بشكل حلو. مش هنحط طبقة كبيرة عشان احنا هنحط طبقة فراولة كده. انا عايزه معلقه كبيره لو سمحتوا. معالق كبيره فين يا محمد؟ محتاجاها ضروري. ايوه طيب هناخد كده. بصوا خلاص ما تجيبش انا استرفت. بصوا هنفرد بمستواه، اللي هيبقى عالي عنه هو الفراولات اللي هنحطها. حضراتكم بقى عايزين تعملوها ارباع يعني نتقطع انصاف وشرايح ماشي، مش عايزين خلاص اهو. انا بحب احطها كامله الحقيقه واتبسط بيها جدا. هاخد بقى هنا شويه، عندي فراوله كده كانت متجمده، هديها صوص كده عشان ابدا المع بيها الفراولات بتاعتي اللي انا هحطها. تمام. وعندي هنا قالب تاني عشان ما حدش يزعل، خليني بس خليكوا زي ما انتوا. اللي عشان ما حدش يزعل بس اهو، ده نص تسويه. في واحد مستوي نص تسويه؟ ايه روحي كده اهو، وادي واحد تاني. كده تمام. نعمل ممكن واحد شرايح واحد من غير. طيب وادي وادي بقيه الايه الكنافه هنا عشان نبقى برضو تغيير. الكنافه دي عشان خاطر رانيا عشان مناسبه عيد الحب. سلامتك طيبه يا رونا حياتي. ادي كده اوكي، وهنحط بقى الفراولات دلوقتي. يلا بينا. وهنا ويلا بقى نبدأ في حشو الفراولات. انا عملت هاخد الطاسة دي، عندي شوية فراولة بصوا صغيرين متقطعين. انا مسخنه البان بس ما عملتش حاجه خالص، ما عملتش حاجه خالص خالص، هو صوص بس ههرسها كده بشويه ميه نونو خالص عشان المع بيهم الفاكهه بتاعتي. عارفين اللي هي الفكره ان انا اهرسهم والمع بيهم الفاكهه من فوق كده، او لو عندكم جيلي معلقه جيلي او مربى نسيحها بشويه ميه ونصفيها ما يبقاش فيها كتل كده، ريحتها روعه. خليها بقى يلا بينا ناخد الفراولات الامامير بقى. انا هروح هناك هنا
نعمل الفرن ده الاول. بسم الله. هنشتغل بقى الطرطات الحلوة دي، أنا عامله الحقيقة بحب الفراولة كاملة كده، تدي شكل تجنن. وخلينا هنا نحط الفراولات القمر دي برضو هنا. عشان نبقى قفلنا حاجة رونا كده. وعندنا اختراعين مختلفين عن بعض، هي فكرة ان احنا نعمل بكنافة. الناس اللي بتحب كنافة سبحان الله، في ناس ما بتقدرش تغير، بتحب قوي الحاجات التقليدية جدا، وفي ناس بتحب حاجات بسيطة. ونبدأ بقى نكمل التارت. طبعا اللي عايز يعمل شرايح مفيش مشكلة، الصغيرين بقى بيبقوا احلى في الفراولات الصغيره. هتبداوا تاخدوا الفراولات الصغنونه وتبداوا تقفلوا بيها التارت بتاع حضراتكم، هتلاقوا شكله يجنن. ده شايفين ازاي؟ اوكي، لسه ما استواش، لسه ده خلاص. احنا عملنا واحد، انا وريته لحضرتك هناك، انا برضو حطيت عليه الكريم باتيسير عشان تبقى الدنيا جميله. اللي هنلاقيها عريضه قوي ممكن نحطها بالجنب كده، مش هتبان، خلوا بالكم. شايفين ازاي ما بتبانش؟ اوكي، عشان ما تبقاش كبيره قوي برضو، عشان نعمله. بصوا بيبقى جميل وعالي كده، بيبقى شكله حلو قوي. واحد بيبقى عايز ياكل الفراوله، يعني عشان الفراوله ياكله، عشان الفراوله حقيقي اهو. شايفين ازاي؟ نبداوا بقى ندخل الحاجات القمر دي. الله، ها كده اوكي. تمام، انا عملت لكم وحطيت لكم كل محصول الفراوله هنا، مش تبقوا مبسوطين بس عشان عيد الحب وكده. الفراوله دي جميله جدا كمان يعني في ناس تحبها كده، معلقه سكر نحط عليها، موز تحب تقطع معاها شرايح موز كده، اموره. هنا بقى هنملى اللي في النص دول كام شريحه في النص كده، ندعمهم عشان الفراغات الحلوه دي. خليني دي بس كده، واحده كمان تقفل عليهم. وهنا كده، حتى الاطراف. الصغير بيبقى تحفه، لو انتوا مش حابين يعني تكتروا في الحلو قوي يعني، الصغيرات بتبقى جميله جدا، اللي هي القوالب الصغننه. خلاص كده تمام. هاخد بقى واحده كده، ممكن دي وين؟ تعالوا بقى نمسح هنا
من ايه ناخد نعمل كفر كده بسيط بالفرشه على بس على الفراوله. اللي عايز يحط جيل يا جماعه ماشي، عشان لما هندخلها الثلاجه الفاكهه ما تتبلش. بس يقولوا لي هي تلحق تدخل الثلاجه يعني زي ما انتم عايزين، بس انا يعني بقول لحضراتكم يعني المفروض تسقع شويه، والفراوله دي يبقى فوقها كده صوص بالجلي، بس هما هنا يعني ايه حابينها كده. شايفين ازاي اخر حبه بقى عشان نبقى خلصنا. طب احنا عندنا لسه شويه وقت كده، نبقى قفلناه صح كده. بس تسلم ايديكم يا حبايبي، تسلم ايديكم. يلا بينا. يا سلام كده بقى معانا التورت. ناخد بقى ممكن فراوله كده في الجنب. يلا بينا بسم الله. تسلموا لي حبايبي. والمعمول كمان بالكنافه، ساقع وجميل وخفيف ومفيهوش سكر كتير، لانه احنا ما عملناش الشربات تقيل، حطينا معلقه عسل ابيض بس كبديل للكنافه المقرمشه اللي كانت عندنا. اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. شويه الجيلي او المربى اللي هندوبهم بس كده يكونوا خفاف، الدنيا هتبقى جميله جدا جدا. تورت جميل وطعمه هيبقى حلو، ولما هيسقع هيبقى احلى. والطريقه بسيطه وسهله، واعملوها وان شاء الله تستمتعوا باذن الله مع كل حبايبكم ان شاء الله. دلوقتي اسمحوا لنا بقى ان احنا نطلع لاستراحه ونستكمل فقراتنا مع الفقره الطبيه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.